السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم معايا في مطبخ أم التوأم. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير في أحسن الأحوال. فيديو جديد على القناة. اليوم إن شاء الله بغيت نشارك معكم نوعين من المايونيز اللي كيجيو سهلين في التحضير واقتصاديين وناجحين 100%. كنشكر جميع المشتركات والمتتبعات ديال القناة اللي كيكتبوا لي تعاليق جميلة واللي كتحمسني باش كنزيد نعطي أكثر وأكثر. ولأول مرة كتدخل القناة كنقول مرحبا وألف مرحبا، ما تنساش اشتراك في القناة باش يوصلك كل ما هو جديد. دابا غادي ندوزو النوع الأول ديال المايونيز اللي كيجي اقتصادي وسهل في التحضير، واللي غادي نحتاج فيه عندي كأس إلا ربع من كأس العنبة ديال زيت الزيتون، وتكون زيت خفيفة وما يعادل 120 مليلتر. وغادي نحتاج بيضة متوسطة، 2 ملاعق كبار من الخل أبيض، أنا عندي هذا النوع ديال الخل وتقدروا تعوضوه بأي نوع عندكم، وعندي الملح على حسب الذوق. هادو هما المكونات، وندوزو لطريقة التحضير. أنا هنا خديت واحد الكاس، تاخدوا أي نوع من الكاس، غادي نهرس فيها هاد البيضة. ضروري تتبعوا الطريقة والمراحل باش تنجح معكم المايونيز. أنا هذه هي طريقتي في التحضير ديالها، وبغيت نشاركها معكم باش كل شيء يستافد. دابا غادي نضيف عليها والقليل من الملح، وغادي نضيف زيت الزيتون، واللي ما كتعجبوش زيت الزيتون يقدر يعوضها بالزيت النباتية. دابا غادي ناخد الخلاط الكهربائي او الباطور، وغادي نوضعه في القاع ديال الكاس بلا ما نحركه بهالطريقة هادي، ونثبته في القاع ديال الكاس وانا كنطرب المدة دقيقة تقريبا، يعني دقيقة وانا كنطرب حتى نتحصل على واحد الخليط اللي كيكون كثيف بهذا الشكل هذا. دابا غادي نبدا من بعد ما تمر دقيقة غادي نبدا نطلع في الباطور، يعني في الخلاط، وننزل نطلع ونهبط بهذه الطريقة هذه. يتكاتف معنا الخليط، يعني غير بالمهل، ما نعملوهاش بطريقه سريعه. دابا غادي نضيف الخل بالتدريج شويه بشويه وانا كنطرب هذا الخليط. صافي، ملي كملت الكميه ديال الخل وانا كنطرب كنتحصل على المايونيز بهذا الشكل هذا، كيجي عاقد وناجح 100%. صافي، غادي ناخذو وغادي نوضعو في واحد الاناء او واحد زلافه ونوضعها في الثلاجه. ودابا غادي نمرو للطريقه الثانيه اللي غادي ندخل فيها الجبن المثلث وبعض المنسمات، حتى هو كيجي ناجح، كيجي رائع في المذاق. واللي غادي نحتاجو فيه عندي هنا كأس إلا ربع من الزيت النباتية ما يعادل 120 مليلتر، بيضة متوسطة، 2 من الجبن المثلث، ملعقة كبيرة من عصير الليمون أو عصير الحامض، الملح على حسب الذوق، قليل من الفلفل الأسود والثوم بودرة. هادو هما المكونات. ندوزو لطريقة التحضير، نفس الطريقة والمراحل ديال المايونيز الأول غادي نتبعوها. هنا غادي نهرس البيضة في الكأس، وغادي نضيف الجبن المثلث، تقدروا تاخدوا أي نوع من الجبن المثلث، هنا عندي 2 مثلثات. وغادي نضيف زيت النباتية، قليل من الملح لأن الجبن مالح، وغادي نضيف الفلفل الأسود يعني الإبزار والثوم بودرة، وتقدروا تضيفوا أي إضافات ديال المنسمات. دابا غادي قبل ما نخلط هذا الليمون غادي نخليه حتى الاخر ونضيفه بالتدريج، نفس الطريقه ديال المايونيز الاول. غادي ناخذ الخلاط
او الباطور، وغادي نضغط عليه في القاع ديال الكاس بلا ما نحركه وانا كنطرب. غادي نهبط الباطور القاع ديال الكاس، دابا غادي نطرب بلا ما نحرك الباطور حتى يتكاتف الخليط ويصبح اللون ديالو ابيض. بالطريقه هذه دابا غادي نبدا، بعد ما كتمر دقيقه غادي نبدا نطلع ونهبط في الباطور كنخلط. دابا غادي نضيف ملعقه ديال الحامض في الاخير، حاولوا نضيفوها بالتدريج. ونكمل هاد الكميه ديال الحامض. صافي غادي نخلط مزيان وغادي نوضعو في واحد زلافه ونوضعو في الثلاجه حتى نستعملو. انا اليوم بغيت قدمت لكم هاد المايونيز لان كما كنعرفوا حنا في فصل الصيف وكنكثروا من السلطات، والمايونيز كيدخل في العديد من السلطات والاطباق الجانبيه، فقلت نشارك معكم. انا قدمت لكم بهذه الطريقه هذه، كنتمنى تعجبكم وتنال الاستحسان ديالكم. وبالنسبه للطريقه ديال الاحتفاظ به، توضعوا في الثلاجه لمده ديال يومين لان فيه البيض، ومن الاحسن ما نحتفظوش به الوقت كثير. كنتمنى تعجبكم الوصفه وتنال الاستحسان ديالكم وتجربوها، وكنشكركم بزاف. وما تنسونيش من التعاليق ديالكم واللايكات وحتى من الدعوات ديالكم. وفي امان الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.